كابتن محمد، انت كان ليك 3 تجارب، لعبت في النادي الاهلي 4 تجارب كمان، ولعبت خارج النادي الاهلي محترف بره، ومدير فني النادي الاهلي ومدير فني البتروجيت. كلمني بقى عن روح الفانيلا الحمراء جوه النادي الاهلي. سموحه يا كابتن، سموحه وكمان سموحه وكمان سموحه. انت خامد ما شاء الله، انت لسه صغير على فلوس كتير يا كابتن. ايه اللي حصل؟ فين السؤال؟ كلمني بقى عن روح الفانيلا الحمراء داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي لما احترفت بره، واللعيبه اللي انت دربتها في النادي الاهلي نفس روح الفانيلا الحمراء زي ما انت كنت لعيب زمان، وروح الفانيلا روح الفانيلا الحمراء دي هل لقيتها مثلا في بتروجيت او لقيتها في سموحه؟ بص، هو مختلفة تماما، عشان يعني اي حد يقول لك ان يبقى في حاجة زي الروح او التنظيم او السيستم بتاع النادي الاهلي موجودة في اي نادي في مصر فهيبقى صعب، لكن في بعض الاندية بتحاول انها تقترب من السيستم بتاع النادي الاهلي وتحاول تزرع النظام والروح وطريقه التعامل وطريقه اداره الكره بالتحديد. يعني ده بيبقى شغل المدير الفني طبعا، هو اللي بيعمل الحاجات دي، بيبقى اداره ومدير فني طبعا، لكن ما بتطبقش زي النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مميزات اللي خلت اللي احنا بنتكلم عليه النهارده مثلا في الاستوديو او اي حد انتمى للنادي الاهلي بيتكلم على النقطه دي، هي روح الفانيلا بتاعت النادي الاهلي، والروح دي بتيجي نتيجه حاجات كتيره قبل ما تيجي الروح اللي هي اللي احنا بنشبهها بقى بالكفاح وبالحب بين اللعيبه والكفاح جوه الملعب وانك تحارب لاخر نقطه لاخر لحظه وجمهورك والتفافه حواليك. دي كلها حاجات مظاهر لحاجات تانية بتتعمل جوه المطبخ بقى. في اوقات واجيال اي نعم قليله لكن مرت عليها فتره ما كانش عندهم الروح دي، فتبص تلاقي على طول الجمهور بيلفظ الفتره دي او بيرفض الفتره دي. ليه؟ لان هو متعود من اداره النادي الاهلي وطبقا لطريقه وسيستم الاداره في النادي الاهلي ان هو دائما معود الجمهور ومعود لعيبته ومعود الفريق الكوره على ان هو يلعب بكفاح، يلعب باحترام المنافس، يلعب بكل الحاجات النقاط اللي هي بنقول عليها احنا الفير بلاي. ميزه انا شايف ان بدايه روح الفانيلا الحمراء بتبدا من الاداره، ثم تنتقل بعد كده اللعيبه بتشعر بالاداره، ثم بعد ذلك الجمهور طبعا في ظهر النادي الاهلي على طول. ولو اتكلمنا في حته الجمهور هناخد وقت كبير جدا، محتاجه حلقات، لان جمهور النادي الاهلي جمهور وافي جدا ولعب ادوار ايجابيه في كتير جدا من مع الاجيال كلها في بطولات كتير. كل واحد فينا لو قعد يقول على مواقف للجمهور وهو بيلعب او هو درب مثلا مش هيكفيه، لان النادي الاهلي جمهوره عنده حاجتين. اولا بيعمل بوش، كل من بيشتغل في النادي الاهلي او بيلعب في النادي الاهلي عارف ان الجمهور ما بيقبلش رقم 2، هو رقم 1. فانت عندك، انت لما بتيجي تلعب او تشتغل او تبقى مسؤول في النادي الاهلي انت بتشتغل بمفهوم واحد بس، ان انا لازم اطلع رقم 1 المكس. ولما بيكون عندك المفهوم ده والشغل ده فانت بالتالي ما بتفكرش في اي بقى طرق تانية، خلاص انت طريقك واحد هو ده، لازم اوصل للهدف اللي هو البطوله. فدي اللي بيحطها الجمهور. الحته التانية بقى كمان الكويسه في الجمهور، ان لما بيحصل دروب او بيحصل اخفاق في بطوله او في مباراه او كده بتلاقي الجمهور واقف جنبك وواقف في ظهرك، وحتى تبص تلاقي في ايجابيه في الـ يعني عايز اقول ايه، التشجيع بتاعهم. انا مثلا الفتره الاخيره دي احنا خسرنا وطلعنا من بطوله افريقيا مع سان داونز، الجمهور نادى اللعيبه رغم خروجه كان خروج قوي جدا من سان داونز، لكن الجمهور نادى اللعيبه في برج العرب وسقف لهم وقال له وناداهم بالدوري وفعلا خدنا الدوري، حسم الدوري. فجمهور النادي الاهلي قوي وشديد وزعله جامد وما بي ما بي يعني بيرفض ان النادي الاهلي يبقى مش في المراكز اللي هو متعود عليها، لكن في نفس الوقت برضه بيقف مع لعيبته وبيقف مع اجهزته الفنيه، بيقف مع مسؤوليه، بيحميهم كويس جدا.